مولود مبارك، قبل ما نبدأ في هذا الفيديو نقولوا نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، على سيد الخلق أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما شفتوا في بداية الفيديو بديت لكم بإكستريم عند أختي كيفاش وجدت الطابلة تاعها. كنت حابة ندير لكم كامل هكذا دي فيديو قصار في البداية تاع لا فامي تاع الدار تاع خياتي تاع كل حاجة، مي مع الأسف مازال ما بعتوا لي. قلت يا اللي بعتت لي نحط الفيديو تاعها. كما راكم تشوفوا هذه هي ليلة المولود الشريف، مولد نبوي شريف. وجدت كل شيء هنا، راني نحمص في الطمينة. الله الله عليها، حمصت الطمينة، ما درتش حلاوي بزاف بس على بالكم البروبليم تاع السكر وكل حاجة، راني نيفيتي لو ماكسيموم. ايبا درت الطمينة قليتها ولا كما يقولوا حمصتها، ودوكا وجدت كل حاجة لي زانغريديون تاعي باش ندير طعام الله الله بمريقة حميمرة عليها لولوي على اليوم المولود ديالي. المهم هنا راني كنت شويه روتار البنات، عبالكم علاش؟ بيسك كان عن بالي الخميس اللي نديرو العشاء، حتى هدرت مع ماما قالت لي نو، قالت لي من وقتاش نديرو؟ يا اخي دائما نديرو في الليله تاع المولود. يعني رحت نجري يلاه يلاه قضيت وجيت للدار. درت كيما شفتوا اللحم تاعي يتقلى هكذاك بلا زيت بلا ملح بلا والو، يتقلى في الماء تاعو كيما يقولوا في الزيت تاعو. هنا غسلت الكسكس تاعي، بقات لي هكذاك واحد الكيلو درتو، على بالي حتقولوا لي بزاف، مي الله غالب درت باش نمد الجارتين، نمد لوستي، باسكو هما ما يديروش المولود كيما حنا، هما صوف جوغ يسمعوا المدائح، عندهم الصالات، عندهم هذا واش عندهم، يعني ما يديروش حاجه مميزه في المولود، يعني طبخ واكل الى ما ذلك. فوالا هكذا كيما شفتوا اللحم تاعي الله الله تقلى، ما درت له لا زيت لا والو. هذا اللحم الغنمي، حبيت ندير بالغنمي الطعام تاعي تاع اليوم، وخليته يتقلى تري تري بيان غير في الزيت تاعو. وهنايا عاود قلبت الطنجره باش نبدا نفور في الطعام. واش راح نديرو دوكا؟ ايه شوفوا كي نبدا نكركر في هذيك لا كوكوت. هنا راني نزرب شويه بيسك حسيت راح الحال. فوالا هنايا درت حبه بصل كبيره البنات، ربيتها في الخشين مع 4 سنينات ثوم، لاخاطش يحب اللحم الثوم هكا بزاف. ونخليهم يتقلاو تانيك بالطبع في غرضهم، وناتوندون راني نفور في الطعام تاعي. فوالا هنا وشنو زدت لهم؟ زوج مغارف زيت، هذا ما كان. شوفوا هادو ليامات البنات، راني نيفيتي في السكريات، راني نيفيتي في الزيوت، راني بسك صح شغل راني نحسهم صح ياثروا على الصحه تاع الانسان، سي بوغ سا راني ندير الماكسيموم باش نسي نحافظ على غذاء كما يقولوا يكون متوازن. فوالا دوكا كي تقلى لي مليح دبلي هذاك البصل مع الثوم ومع اللحم وشويه زيت، دركا باش ندير الملح. ندير الملح ولي زيبيس، لاخاطش كي ندير الملح ولي زيبيس نمرق ما نزيدش نقلي. فوالا هنا لي زيبيس درت شويه راس الحانوت، شويه فلفل كحل، شويه ملح، وصاي هذا واش درت فيها. وهنا مرقت ونسيت بلي راح عن بالي نديرها بيضه، نسيت ولفت غير مرقه بيضه نسيت الطوماطيش. دوك هنايا عندي انا طوماطيش توني وجدتها من قبل تاع الحب، نديرها في هذوك البقالات ونخبيها في الفريجيدير. دوكا هذه هي سما نتوما لا ما عندكمش هذه الوجده، ديروا حبه ربيوها زعما نقول لكم في لا غوسيت. حي عليا انا لا غوسيت، اختي ساعه وهي تحكي لي باش طيبتها. لاخت انا ولفت المرقه بيضه. مي اليوم هكذا حبيتها بالخضره، تجيك شغل مشبعه بالخضره. الله الله قلت لكم هذو اليامات ما فهمتش واش جايتني على التغذيه السليمه. فوالا البنات درت لها شويه تاع الكونسيرف، واحد النص مغير فابرك. انا شوفوا مرقه حمراء نقول عليها حمراء بصح نحبها هكا تجيك شغل اورانج، تجي نحبها تجيك حمراء قاصحه بزاف. دوكا هنا الطعام بعد ما غسلته وخليته نشف، انا نسمقه شويه بالزيت، شويه ندير له فوق الزيت باش كي نبدا نفتح فيه يفتح لي بسهوله، وميم طون ميم كيفور ما يتلصقش كامل في بعضها. هذه الطريقه ديتها من عند خالتي الله يذكرها بالخير ان شاء الله. كانت هكذا من بكري نشوفها دير، هي سبيسيال كما نقولوا تاع البلاد الله الله دير تاع الصح هذاك الكسكس.
كنت والله من بكري قعدت في بالي هذه الطريقه تاع كي نشوف غير تنشف الطعام دير فوقه شويه زيت وتبدا تفتح فيه. خطره سقسيتها كنت صغيره والله راني شافيت لها، قالت لي هكذا باش ما يلصقلكش في الكسكاس، هذه حاجه الاولى، وكي تعودي تفتحيه فيه يتفتح بالخف ويجيك شغل محبب، كل حبه مزربع هكذا مزربع هكذا. كون نقول لكم راني ندير لكم في المونتاج تفهموا بوكو تشوز. ولا غير راني في الطوموبيل ندير في المونتاج ولو مسيو يهبط يشري. انا في البلاصه اليوم كاين عيد الاستقلال ولا ما فتحت الاتراك هنايا مغلقين كاع الطريق، راني قاعده في الطوموبيل وندير في المونتاج. البنات هنايا كي طاب لي اللحم عاود فتحت عليه لا كوكوت ورميت الخضره. البنات انا الخضره نرميها حب حب، كي تكون حتى ولا نقسم على زوج فقط ما نكترش ونخليها. هنا رميت شويه زعتره ما على باليش لا تجي فيها ولا ما تجي، بصح انا تعجبني زعتره في المرقه. رميت كل حاجه حب حب. دوك نقول لكم علاه، شوفوا كي تجبدوها شتو النتيجة؟ تجبدوا الحبيبات الله الله، تجبدوهم ما زايدين ما ناقصين. راني ندوب في العسيلة والزبدة باش نوجد طمينة لهيها ولا تيتاعي الله الله مغموم كيما يقولوا. فوالا الطبق الأول راهو جاهز، هذا إن شاء الله راهو رايح الخط راجلي. بس قلت لكم هما الأتراك هنايا ما يديروش الأكل ولا عفسة سبيسيال في المولود أباخ يديروا كما نقولوا الادعيه. وهذا وجدتو الجارتي تانيك طبسي، ودوكا نروحوا للطاوله تاعي المتواضعه. كما راكم تشوفوا الكسكس تاعي الله الله، بصح شوفوا حطيت معاه الرايب البنات بيسك راجلي يحب معاه الرايب. شوفوا جا واحد الطعام والله العظيم غير ما شاء الله، بصح خرج فيا الطول وعرض كي كليتو في الليل. كليت شغل بهذيك اللهفه تاع الوحش تاع الطعام وكل حاجه، مي في الليل كيما نقولوا بسلامتي خلاص سوفريت. هنا حطيت في بيت القعاد، رحنا شربنا لاتاي، درت بيان سور لاتاي تزيري وقعدنا نسمعوا. هادو هما شوفوا لك تشوفوا فيهم في التلفزيون هكذا يديروا الاتراك، يديروا لي بروغرام في التلفزيون دينيه مدائح دينيه، هذا هو المولد النبوي تاعهم. انا اليوم درت شاي جزائري 100% كيما راكم تشوفوا، جا شويه قاسح ومن بعد رحت زدت له فيها ما باش ما نكذبش. جا شويه قاسح مي عجبو الزوج تاعي، ودرت شويه طمينه. قلت لكم درت طمينه هذيك كثرتها عطيت لجارتي ولوستي، انا درت غير هكا صغير برك باش ما ناكلوش بزاف. وايه والاتراك يديروا هذا السيميت البنات، هذاك شغل الكعك، هذا واش يديروا في المولود عندهم الكعك يشروه من عند الكوشه، هذا ما كان شغل كعك سبيسيال يتباع غير في المولد. فوالا هذا هو. وهنا نسيت الشمع تاعي من قوه تبدا حكمني هذاك الكولوم الكسكس، حي عليا حي حتى هذا ونجبتهم. رحت نجري قلت ياخ وجدت الشموع تاعي الله الله ونسيتهم. بصح صدقوني صدقوني نموت نموت على المواسم، ما على باليش على شكوفو. كنت عيانه قلت بصح زعما كون ما درتش هذا الموسم على بالي بلي نمرض 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 بسيشيك مومو غالمون نمرض. مي شوفوا كي درت عشاتي ودرت الشموع وهكذا حبيلكم كيفاش، شوفوا عيانه مي والله غير رقدت هكا بواحد الفرحه ما تخيلوهاش. ربي ان شاء الله يدومها علينا فرحه، وربي يدومها علينا هنا وصحه وعافيه، ونتلاقاو في فيديو اخر.